يقول السائل: بالنسبة لطواف التطوع، هل لابد أن يكون 7 أشواط، أم أنه يصح أن يكون أقل من ذلك أو أكثر؟ وهل يشرع تكراره أكثر من مرة في اليوم؟ لا يصح الطواف سواء كان فرضا أو تطوعا إلا 7 أشواط، لأن الله شرعه 7 أشواط. النبي صلى الله عليه وسلم طاف 7 أشواط وقال: خذوا عني مناسككم. كما أن الصلاة لو صليت ركعة فقط لابد تصلي ركعتين، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلابد أنك تكمل العدد. والطواف لا يصح إلا من 7، فإن طاف أقل من 7 لم يصح طوافه لا فرضا ولا نفلا. ولا بأس أنه يكرر الطواف في اليوم أكثر من مرة، هذا شيء طيب لأنه عبادة وفيه أجر، إذا كرره فإن هذا زيادة أجر وزيادة خير. نعم.